قالوا لي عنها لسه بجمالها وزوجها في كتر اشتياقها لسه بتحب القهوة والولا الزجاجة لسه بتحب القهوة والونا السدباجة قالوا لي عنها عمل ما عليها وكتين يجيبوا السيرة ليها عيني هتعمل ما عليها وكتين يجيبوا السيرة ليها يا تاخد رجفتها والقوة تاخد رجفتها إيديا تاخد رجفتها والقوة تاخد رجفتها بخت الفناجين الفضل سكرنا فيها بخت الفناجين الفضل سكرنا فيها قالوا لي عنها تغيرت كل السنين الحلوة يا حلوة الملامع تغيرت كل السنين الحلوة يا حلوة الملامع سنوات بقت فرصة وسوانح تغيرت كل السنين الحلوة يا حلوة الملامع حتلو السنوات بقت فرصة وسوانح بالله واحد نتكلم الحاجات جميع تبكي المقاعد نتلاقى يغلبنا النظم بالله واحد نتكلم الحاجات جميع تبكي المقاعد نتلاقى يغلبنا النظم بالله واحد نتكلم الحاجات جميع تبكي المقاعد الفرقة مكان منها قالوا لي عنها قالوا لي عنها يا سلام جميل جميل جدا والله تحية للشعر الكبير يعني أستاذنا هلاوي على هذا النص الجميل يعني بتفتكروا يعني السبب ممكن شنو في نجاح الأغنية يعني
فكرتها ولا النص ولا القصة ولا الحدوثة اللي فيها ولا التلحين؟ والله زي ما أنا قلت أكثر من مرة بأنه المسائل بعض الحقيقة هو النص ما في واحد بعيد على الثاني أبدا. النص يعني حكاية أنه يقول لك مثلا النص وكان سبب في وكان سبب في نجاح اللحن أو اللحن كان سبب في نجاح المزالة كده تبقى يعني هي جدلية كده عموما أيوة. نعم. يعني لازم يكون يعني أنت تصور النص المفرد الصغيرة في غالب لحني مناسب لها وبعدين ما تديها زي ما قال قبيل أخونا عامل بأنه الواحد ما يتصف ما يتفلسف يعني يعني ما ممكن أنا النص بسيط جدا أقوم أديه لحن أكثر منه وعمل له موسيقى كبيرة وبتاع أكيد بيفقد لازم يتوافق يعني. نعم 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 يكون اللحن مناسب للنص يعني نعم. والأداء برضه نفس الشيء بالنسبة للمسألة دي بيكون مناسبة جدا وبعدين الإيقاع أصلا موجود في النص يعني. جميل جدا أيه. عامر اي هو مفتكر هو مثلث لا لو